بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكرام، اسمحوا لي في بداية كلمتي يعني أتوجه بخالص العزاء والمواساة للسيد الرئيس ولشعب مصر العظيم في فقدان المشير محمد حسين طنطاوي، أحد أبرز وأعظم رجال مصر في التاريخ الحديث. الحقيقة النهاردة هنشهد تدشين مشروعات في جنوب سيناء ومحافظة السويس، وهم أحد المحافظات المرحلة الأولى في التأمين الصحي الشامل. درت المشروعات الصحية في العالم كله. الحقيقة برضو يعني في كل مناسبة بنحب نقول إن ونتذكر كلمة سيادة الرئيس عن حقوق الإنسان، وقبل ما يعني نقول هذه الكلمة برضو أهني سيادته وأهني الشعب المصري بإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان أحد دعائم الجمهورية الحديثة. وسيادة الرئيس دايما بيذكر أن من حقوق الإنسان هي الحق في الصحة، وأن حقوق الإنسان لا تقتصر على الحقوق السياسية فقط. نعمل على أن يكون العلاج الجيد وجودة الخدمات الصحية على رأس أولويات حقوق الإنسان في مصر. الحقيقة العالم كله شهد جائحة لم يسبق في التاريخ الحديث أن يمر بها، وزي ما الدولة المصرية كان يعني ضربت مثل كبير جدا في دول العالم بين الحفاظ على أرواح وصحة المواطنين في هذه الجائحة، بالإضافة إلى معدلات التنمية والتطوير والحفاظ على الاقتصاد، فإن المنظومة الصحية برضو اشتغلت في إدارة هذه الأزمة ولم تغض البصر أو تتوانى في الحفاظ على المشروعات والتقدم فيها في المشروعات الصحية الكبيرة، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي. النهاردة هنعرض بعض مؤشرات منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، وحنلقي الضوء على بعض مشروعات التأمين الصحي في هذه المحافظات، ثم ما الخطوة التالية وهي فلسفة وزارة الصحة اللي هتقدمها لتحديد محافظات المرحلة الثانية، ثم نتشرف بالافتتاحات الرئاسية. الحقيقة لما صدر قانون التأمين الصحي قانون 2 لسنة 2018، واللي هو أحد حقوق الإنسان الحقيقة، وكانت المرحلة الأولى أو الجدول المرفق بالقانون يشمل 5 مراحل. كانت المرحلة الأولى تشمل 5 محافظات. الحقيقة في التطبيق سيادة الرئيس وجهنا إن نبدأ كمان في المرحلة الأولى بدخول محافظات جنوب الصعيد. المحافظات المرحلة الأولى في القانون كانت تشمل محافظات القناة فقط، لكن كان في إرادة سياسية إن احنا ندخل ونتحدى إن احنا ندخل في جنوب الصعيد، وبالتالي دخلت محافظتي الأقصر وأسوان مع إسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وبورسعيد في المرحلة الأولى. النهاردة هنتكلم بشكل أكبر عن السويس وجنوب سيناء كأحد محافظات المرحلة الأولى، مع تذكر أن سيادة الرئيس دشن التأمين الصحي في يوم تاريخي يوم 26 نوفمبر 2019، وكمان سيادته شرفنا بتدشين إسماعيلية والأقصر في شهر فبراير من هذا العام. احنا منظومة التأمين الصحي سجلت في كل محافظات المرحلة الأولى أكثر من 5 مليون مواطن، طورت ما بين إنشاء جديد أو تطوير 52 مستشفى وأكثر من 310 وحدة صحية ومركز طبي، اعتمدت أكثر من 90 منشأة صحية، ولو إن قانون التأمين الصحي بيدي 3 سنوات لاعتماد هذه المنشآت، لكن الحقيقة في التطبيق قدرنا إن احنا نتخطى الزمن ونطبق في وناخد الاعتماد في كثير من المنشآت خلال 1.5 سنة. البنية التحتية والتطوير البنية التحتية والمعلوماتية في نظام التأمين الصحي حتى الآن بيتكلف أكثر من 51.5 مليار جنيه مصري. طب ده انعكاسه ايه على المواطن المصري في السنتين اللي طبقنا فيهم التأمين الصحي في بعض المحافظات؟ احنا عملنا اكتر من 6 مليون أو 6.5 مليون خدمة صحية، واكتر من 82,500 جراحة متقدمة ما كانش هذه المحافظات ابدا بتقوم بيها او بتقدم هذه الخدمات.
طبعا زي ما قلنا ان علشان نعمل هذه المنظومه هو مش موضوع بس مباني، لكن استحداث هياكل تنظيميه، اصدار قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء بالتحول المالي والاداري ونقل الاصول ونقل الاطقم الطبيه، استحداث منظومه للتكاليف ونظم الاحاله في منظومه طب الاسره، وطبعا نظم التتبع للمؤشرات الصحيه، وكذلك نظام مالي واقتصادي أثمر على أن احنا قدرنا أن احنا زي ما سيادتكم شايفين كثير من الوحدات والمستشفيات تم تطويرها، وعدد العاملين دلوقتي اللي في منظومة التأمين الصحي الشامل يتجاوز 11,000 مواطن. الخدمات اللي قدمتها المنظومة الصحية كان مهم جدا تتوج أو يتوازى معها تطوير العنصر البشري، فاحنا ادينا اكتر من 17,211 فرد تم تدريبهم في دورات مختلفه، فيهم من اخذ اكتر من دوره، عملنا اكتر من 4753 دوره في حاجات كتير منها معايير الجوده وتحسين مؤشرات التوثيق الطبي والتدريب على المنظومه الالكترونيه في كثير من الاقسام. ميكانة النظام الصحي والخدمات الصحية والتحول الرقمي هو أساس كبير جدا في منظومة التأمين الصحي، وبعنصرين، عنصر ميكانة الخدمات وعنصر ميكانة المطالبات المالية للتأكد من كفاءة العمل وكفاءة تقديم الخدمة اقتصاديا كذلك. وفي هنا أحب أقول إن الحمد لله 100% من الوحدات الصحية والمراكز الطبية في منظومة التأمين الصحي في المحافظات اللي تم العمل فيها هي مميكنة، وفيها كمان نظام الإحالة والربط بين الوحدات والمستشفيات. انتهينا من 100% من الأقسام الداخلية في كثير من المستشفيات، وكمان انتهينا من وضع الابليكيشن أو النظام الأرشفة الإلكترونية للأشعة وكذلك التحاليل الطبية، بالإضافة إن احنا ميكنا 100% من مكاتب الدخول والخروج والاستقبال والطوارئ في هذه المستشفيات، وربطناها بالغرف المركزية سواء كانت في المحافظة أو في التابعة لوزارة الصحة. كذلك لو ممكن نرجع، مهم جدا ميكنة المطالبات عشان نبقى عارفين النظام ده هنستدين بيه ازاي، وازاي ممكن الثلاث هيئات المنظمة أو العاملة في هذا النظام تقدر يكون فيها المتابعة جيدة. فاحنا نقدر نقول النهاردة ان احنا ميكنا المطالبات في 100% من الوحدات والمراكز الصحية المشاركة في المحافظات التأمين الصحي، بالإضافة إلى ميكنة 100% من الأقسام الخارجية للمستشفيات في المطالبات المالية. طبعا في كمان مزيد من الخدمات الإلكترونية تم ضمها، سواء كان التيلي ميديسن أو التطبيب عن بعد أو الاستشارات الطبية أو ربط الدوائر الصحية بالشبكة الموحدة الوطنية اللي أمر سيادة الرئيس بتعميمها في مصر وبدأت في بورسعيد، وإحنا دلوقتي اشتغلنا مع القوات المسلحة في هذه الشبكة، واشتغلنا على أكثر من 11,800 بلاغ، بالإضافة إلى أن حققنا سرعة استجابة في دقيقة أو 5 ثواني، ودي حاجة غير مسبوقة، بالإضافة أن احنا عملنا منظومة لإدارة الأصول والصيانة وتتبع صيانة الأجهزة والمنشآت والإلكتروميكانيكال في كل مستشفيات هذه المحافظات. أهم السياسات المالية المطبقة داخل مؤسسات الهيئة العامة للرعاية الصحية اللي هي قائمة على تقديم الخدمة، إنها بنت نظام التكاليف، إنها استحدثت نظم لإصدار المطالبات، وإحنا هنشوف دلوقتي إزاي بعد استحداث هذا النظام قدرت إن الهيئة إنها تزود من الكليم مانجمنت وتاخد المطالبات بتاعتها، حوكمة إجراءات الصرف والتدقيق في ترشيد الإنفاق وتعظيم الاستفادة من المخصصات والموارد المالية اللي جاية للهيئة من موازنة الدولة باعتبارها هيئة خدمية، وإن كان 70% من موازنة الدولة اللي بتيجي لهيئة الرعاية الصحية هي خاصة بأجور العاملين فقط، إلا إن كان مهم علشان تستديم إنها تشتغل على زيادة الموارد الذاتية في هذه المستشفيات والمنشآت الصحية. ده حقق إيه في الآخر؟ ده حقق إن إحنا الخدمات الطبية المباعة
زاد بنسبة 142% من 2020 ل 2021. قدرنا ان احنا او الهيئة العامة للرعاية الصحية تساهم في تغطية عجز الموازنة في الهيئة بنسبة 16%. عدد المطالبات المالية المقدمة من هيئة الرعاية الصحية لهيئة التأمين الصحي الشامل اللي هي مسؤولة عن تمويل الخدمة ودفع تكلفة جزء منها هي زادت السنة دي ب 369%. ده نتيجة ان الناس اتدربت، نتيجة ان الميكنة بقت في المطالبات بنسبة 100%. وكذلك وده مهم جدا، قيمة خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة زادت وتحسنت بنسبة 161%. وده مؤشر مهم جدا، لأن وجود الرعاية الصحية الأولية كجيت كيبر أو يعني بوابة للدخول للرعاية السنوية والثلاثية بيحافظ على تكلفة الخدمة، لأن الرعاية الأساسية بتقدم أكتر من 80% من الخدمات. طب ايه لما حصل تعظيم للموارد الذاتيه للهيئه العامه للرعايه الصحيه؟ اولا الموارد دي جت منين؟ من ضبط الانفاق وترشيد الانفاق وحوكمه الانفاق والدورات الماليه والميكنه الماليه ورفع كفاءه التشغيل والتعاقد مع شركات التامين الخاصه والتامين الصحي الحالي لتقديم خدمات للمنتفعين منهم من خلال منظومه التامين الصحي، زائد برنامج نرعاك في مصر للسياحه العلاجيه اللي استقطب كثير من الجنسيات واللي دخل الحقيقه يعني عمله صعبه في هذه المنظومه. ده ادى ان احنا بقى في سد عجز موازنه، بقى الهيئه عندها قدره على انها تاخد 1.3 مليار اللي هو حصل من الموارد الذاتيه تدخل بيهم تاهل التشغيل التجريبي في محافظات التاليه. فمن فلوس الموارد الذاتيه اللي دخلت لبورسعيد قدرنا ان احنا ندشن المرحله التجريبيه في من هذه الموارد في محافظتي اسماعيليه والاقصر. طبعا لما بيكون في موارد ماليه قويه بنقدر نحافظ على الخدمات الصحيه، وبنقدر كمان نتعاقد مع احسن الخبراء في الرعايه الصحيه سواء كان مصريين او اجانب. دخلنا زي ما قلت في الأول خدمات ما كانتش موجودة في محافظات القناة، ويمكن كمان مش كل المستشفيات في جمهورية مصر العربية بتقدر تدخلها أو تتبناها، جراحات أوعية دموية، جراحات قلب بتخصصات عالية الدقة، جراحات عمود فقري. اللي بعده اللي بعده طبعا ده نماذج لهذه الجراحات. وطبعا لأول مرة في محافظات القناة بقى في كمان علاج للأورام للأطفال وغسيل كلوي للأطفال. محافظة السويس من المحافظات اللي إن شاء الله بنهاية هذا العام ستشهد هي ومحافظة أسوان تشغيل التجريبي للتأمين الصحي في هذه المحافظات، وبالتالي هتكتمل منظومة التأمين الصحي في 6 محافظات في المرحلة الأولى، ونبدأ إن احنا من دلوقتي نفكر في دخول المرحلة الثانية. عدد السكان في محافظة السويس في حدود 750,000 مواطن، اللي سجل منهم حوالي 400,000. المستشفيات اللي احنا بنشتغل عليها 6 مستشفيات، منها مستشفيات انشاء جديد زي طوارئ السويس والمجمع الكبير الطبي في السويس ب3 مستشفيات تخصصيه معاه، زائد 29 وحده صحيه. انتهينا من 18 وجاري الاستكمال ال 29، وان شاء الله بنهايه العام يتم دخولهم في الخدمه بطاقه سريه تتجاوز 750 سرير. ده مجمع السويس اللي انتهى انشائيا بنسبه كبيره جدا، وان شاء الله هنشغل الجزء او التشغيل التجريبي في المرحله الاولى منه بنهايه هذا العام، واللي بيشمل طاقه استيعابيه تتجاوز 450 سرير و 105 سرير رعايه مركزه و 12 غرفه عمليات فيها كل انواع العمليات، بالاضافه لان المجمع ده يشمل كمان أعلى مستشفى في العيون في مصر بإذن الله، وأعلى مركز للجهاز الهضمي، بالإضافة لمركز لجراحات القلب والصدر.
دي نماذج للوحدات الصحية والمراكز الطبية في محافظة السويس. سيادة الرئيس النهاردة هيشرفنا بتدشين أحد هذه النماذج. محافظة جنوب سيناء وهي من المحافظات المهمة جدا استراتيجيا لمصر، وهنا بقول يعني إذا كان في مؤشرات للتنمية ودخول مواطنين والعمل في جنوب سيناء، فهو أقدر أقول أن محافظة جنوب سيناء هي المحافظة نمرة واحد في تلقي اللقاحات الكورونا، بحيث سجلت 167% من المستهدف. ده معناه أن في ناس بتخش محافظة جنوب سيناء وناس قاعدة وبتشتغل بشكل كبير جدا. محافظة جنوب سيناء فيها 168 ألف مواطن، عدد المسجلين حتى الآن 95 ألف مواطن. أجرينا فيها عمليات في حدود 1500 عملية وكثير من التدخلات الصحية. أنشأنا فيها مستشفيات جديدة زي مستشفى الطور إن شاء الله اللي قربت على الانتهاء وتتجاوز تكلفتها 2 مليار جنيه، زائد النهاردة هنشوف مستشفى سانت كاترين، وقبل كده اشتغلنا على مستشفى طابة ودخلت في الخدمة، مستشفى بورديس ومستشفى راس سدر. في بورديس دخلت الخدمة وراس سدر خلال أسابيع قليلة. هنا خليني أقول شكر كبير للهيئة الهندسية على المجهود الكبير، حيث انتهت من 100% من الوحدات الصحية والمراكز الصحية في جنوب سيناء، زائد أكثر من 90% من المنشآت في المستشفيات. دي نماذج للمستشفيات زي مستشفى طابة اللي على اليمين تحت ومستشفى سانت كاترين اللي بعده. محافظة أسوان إن شاء الله هنشهد بإذن الله التشغيل التجريبي لها مع السويس في نهاية هذا العام. محافظة أسوان من المحافظات اللي فيها عدد سكان يتجاوز 1.5 مليون، اللي سجل فيها من المحافظات اللي فيها تسجيل كويس، أكثر من 1 مليون مواطن سجل. عدد المستشفيات فيها 11 وعدد الوحدات 112. النهاردة انتهينا من استلام وتشغيل 77 وحدة من هذه الوحدات، بالإضافة إلى المستشفيات إن شاء الله بناخدها تباعاً. دي نماذج لمستشفيات محافظة أسوان وإسماعيلية، والشهادة تشريف سيادة الرئيس لافتتاح وتشغيل التأمين الصحي في إسماعيلية والأقصر في شهر 2 من العام الجاري، حيث يقطن فيها أكثر من 1.3 مليون مواطن، وأكثرهم سجل في هذه المنظومة، وأجرت أكثر من 4700 عملية و700 ألف خدمة صحية. الإسماعيلية فيها منشآت صحية الحمد لله تم تدشينها وتشغيلها، كثير من المستشفيات باقي فيها بعض الاستكمالات في بعض المستشفيات في فايد وأنطرة شرق، ولكن نقدر نقول أن الـ 54 مركز ووحدة تقريبا قاربوا على الانتهاء، وأكثر من 70% من هذه الوحدات في العمل الآن وكلهم 100% مميكنين. دي نماذج من المستشفيات أبو خليفة ومجمع الإسماعيلية الطبي. محافظة الأقصر، ودي محافظة الحقيقة فيها نموذج مبهر جدا في التأمين الصحي، واللي بنينا عليه كل اللي احنا تعلمناه في المرحلة الأولى أو في بورسعيد، والحقيقة في إقبال كبير جدا من مواطنين الأقصر على التسجيل في هذه المنظومة. أجرينا أكثر من 24 ألف جراحة متقدمة ومليون ومائة وخمسين ألف خدمة صحية، وأنشأنا السبع مستشفيات. احنا انتهينا من منشآت مستشفيات الأقصر. أدعو يعني كل المصريين، هم فعلا مستشفيات الأقصر بقت، الأقصر هي عاصمة الطب في جنوب الصعيد، حيث فيها أكبر مستشفيات متخصصة على أعلى مستوى، مستشفى الكرنك ومستشفى حورس ومستشفى الدولي وكثير من المستشفيات المتخصصة، وفيها أكثر فيها حوالي 59 وحدة ومركز صحي أكثرهم دخل الخدمة وبـ 100% ميكنة. دي نماذج، دي مستشفى الكرنك الدولي على النيل مقابلة لوادي الملوك من الناحية الثانية عند البر الغربي، ونماذج الحقيقة بأجنحة سياحية تستقطب كل السياح اللي هيترددوا بإذن الله وبيترددوا على هذه المحافظة. في الأقصر هيبقى اخترنا أنها تكون مقر
الإقليم جنوب الصعيد في كفرع لهيئة الرعاية الصحية. لو نتذكر فرع إقليم القناة في بورسعيد، وده فرع إقليم جنوب الصعيد في الأقصر، وبالتالي الفرع ده هيخدم 5 محافظات هي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر. محافظة بورسعيد يعني تعتبر المحافظة التاريخية واللي فيها لوحة التدشين لهذه المنظومة اللي دشنها سيادة الرئيس 26 نوفمبر 2019. الحقيقة هي النظام اكتمل فيها، انتهت 100% من الوحدات والمستشفيات وتسليمهم، والمنظومة بتشتغل بشكل في منتهى القوة وفيها استدامة مالية، ومنها بنقدر نخش على من الاستدامة المالية ومن فوائد الخدمة فيها والتمويل الذاتي الإيراد الذاتي، بنقدر نخش على محافظات أخرى في التشغيل التجريبي. سيادة الرئيس بتوجيهاته في 2018 ضغط معدل تنفيذ التأمين الصحي من 15 سنة حسب القانون ل 10 سنوات. والحقيقة إحنا بنجد فرصة حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري هي فرصة كبيرة جدا لإسراع في تنفيذ مشروعات التأمين الصحي. علشان كده احنا بتوجه سيادة الرئيس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالذات الهدف 3.8 الخاص بالرعاية الصحية ومبادرة سيادة الرئيس للحياة كريمة، وكمان توجه سيادته لتقليل عدد سنوات تطبيق التأمين الصحي. إن شاء الله احنا بالتخطيط الصحي سواء بالجيومابينج اللي بنقدر بيه نربط أو نشوف الموقع الجغرافي للمنشآت الصحية وربطها بالسكان، جاهزية المنشآت الصحية مدى جاهزيتها في هذه المحافظات، العبء المرضي والعبء الاقتصادي اللي هو بيسبب إفقار لبعض الأسر نتيجة الإنفاق على الصحة، وتوفر القوى البشرية، دي كلها محددات حطيناها في اعتبارنا عشان نحدد محافظات المرحلة الثانية. قبل ما نسيب السلايد ده أحب يعني أشكر سيادة الرئيس بالنيابة عن كل العاملين في القطاع الصحي أنه أتح لنا في حياة كريمة أن القطاع الصحي ما يطورش بس الوحدات اللي في الريف المصري والمراكز الصحية، ولكن كذلك 100% من المستشفيات المركزية في الـ 52 مركز اللي احنا بنشتغل عليه. ده كمان هيدينا اريحيه ان احنا نخش محافظات التامين الصحي المرحله الثانيه خلال اسابيع من الان، وان شاء الله نبدا نمهدها بحيث ان احنا لما ننتهي بنهايه العام بتدشين كل محافظات المرحله الاولى الستة نكون بدانا في تطوير المرحله الثانيه. المرحله الاولى كانت بالقانون تشمل اقليم واحد، بتوجهات سياده الرئيس بقت اقليمين، اقليم القناه وجنوب الصعيد. نامل ان المرحله الثانيه هناخد من كل اقليم في مصر محافظه في القاهره الكبرى وشمال الصعيد ووسط الصعيد واسكندريه والدلتا عشان نختبر النظام في 100% من الاقاليم، ونقدر نوصل للمواطنين في 100% فيحس المواطن المصري من خلال المرحله الثانيه ان بدا التامين الصحي يبقى موجود في كل المحافظات. طبعا احنا بالقانون لو مشينا بمحافظات القانون هنغطي بالمرحلة الثانية، تبقى الأولى والثانية تغطي 10% من السكان. نأمل ان احنا هنختار محافظات توصلنا ل 30% من السكان في المرحلة الثانية، فنكون عملنا 11 محافظة وادينا خدمة ل 30% من السكان، ونوصل لكل الأقاليم الجغرافية ونستثمر الفرصة الذهبية للمواطن المصري في التاريخ كله اللي هي مشروع تنمية الريف المصري حياة كريمة.